love for you. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب واخباركم طيبين؟ معكم اخوكم ناصر او لوف ليكد، او تقدر تسموني ابو عمير. هذا هو من اليوم في فيديو جديد ان شاء الله، فالتحديث 9.4 بحزمة مودات جديدة. صراحة انا اللي مسويها، زبطت المودات، جمعتها لكم من عدة مواقع وركبتها، رفعتها لكم على الميديا فاير، ان شاء الله تعجبكم. عموما هذا الطلب قديم، في ناس من زمان يقولون نزل مودات، ليش ما تنزل مودات بالقناة الخاصة لك؟ ما ان القناة تنزل على لعبة وورد اوف تانك وانت ساحب عليه، يعني بالله تنزل مقاطع وريبليات، مفروض انك تنزل يعني مودات، حزمة مودات كذا يعني خاصة فيك. فهذا اصلا من اول نفسي اسوي الشيء ذا، فراح تكون هذه بداية ان شاء الله. فمثل ما تشوفون هذه حزمة مودات جبتها لكم، اول مود اللي هو مود الكراجين، يعطيك خطين للكراجات مثل ما تشوفون قدامكم، الخط الاول هذا، الخط الثاني، والمود الثاني والله اعلم اني ما ادري وش، بس انه يعطيك الاوسمة، هذا يطلع لك الاوسمة الام، يعني الدبات اللي جبت فيها اوسمة الماستري، والدبات اللي ما جبت باقي ما بعد جبت فيها. المود الثاني، المود الثالث عفوا، اللي هو الاكس بي ام، هذا يعني مود اساسي لكل اللاعبين، اللي هو هذا يطلع لك الوريت حقك هنا، ادائك في اليوم، ما انه يعني كل يوم يعطيك احصائيات جديده، يعطيك الوريت هنا احصائيات لعبك، انت لعبت زين او ما لعبت، والفكتوري والدمج وعدد القتلات اللي انت قتلتها والحاجات ذي، يعني تطلع لك كل احصائياتك اللي لعبتها اليوم. مثل ما تشوفون انا مفعله عن طريق الرابط هذا، تدخل عن طريق الرابط هذا، ويمكن يمكن يمكن الله اعلم، اذا دخلت اذا حملت الحزمه وطلع عندك بالشكل هذا اعتبرت انه مفعل وجاهز، يعني ما يحتاج تدخل على الموقع هذا وتفعله. اذا ما هو مفعل عندك نفس الشيء هذا، ادخل على تدخل على الموقع هذا. طيب بعد ما دخلنا على الرابط اللي في اللعبة اللي طلع لنا الاكسيم قبل شوي، يوديكم على صفحة زي كذا، اذا ما انت مسجل في الصفحة فبيجيك سجن ان مدري وشو، تضغط هنا تسجل فيها، تحط السيرفر الاوروبي او الامريكي، يعني السيرفر اللي انت تتواجد فيه. انا في الاوروبي ما تشوفون هذا اسمي داخل اللعبة. بعد ما تسجل فيه تضغط ادد كلاينت على الخيار هذا، ادد كلاينت، وخلاص كذا انت فعلت الاكسيم. ونصيحة بعدي، كل يوم حاول تدخل عليه، كل يوم كل ما تشغل لعبة تدخل عليه وتضغط بداية ستكسكال مدري دي، والله ما ادري وش صراحة. المهم هذه تحدث لك احصائياتك يوميا، تطلع لك الاحصائيات اذا هي مرتفعة واذا هي ناقصة. هذا بخصوص مود الاكس في ام، نرجع نحل المودات، باقي المودات نكملها معكم. طيب نرجع نكمل معكم حزمة المودات، نكمل مودات باقي المودات. مثل ما تشوفون اول مود، ما هو باول مود، هذا الاكستريم بعد ما حدثناه ويطلعنا بالشكل هذا، تطلع لك احصائيات كنت باللون الاصفر او الاخضر، اذا هي مرتفعة باللون الاخضر نفس هذا الكنكر اللي عليه تحالف جنبه مدري وش، باللون الاخضر مرتفعة عنده عالية. هذا هو مود الاكستريم بعد ما تفعلونه. الحين المود الثالث او الرابع اللي هو مود السنايبر او الزوم، هذا هو مثل ما تشوفون، هقدم الريبلاي شوي بس. مثل ما تشوفون هذا هو مود السنايبر، هذا هو بالشكل كذا يطلع لكم بالشكل كذا. مود قديم يمكن اكثركم عارفه، لكن اذا طلع لكم كذا معناته ان يبي له تعديل. تدخل على سيتنج، تروح لهذه ريتيكل مدري وش، من الخيار هذا الاخير اللي قبل الاخير، تروح تعدل عليه من هنا بالشكل اللي انت بيه. ما تشوفون راح اعدل عليه، اختار الشكل اللي انا بيه، راح احطه كذا لانه يطلع كذا شد بلد، ما ادري وش فيه يطلع كذا صراحه، ما ادري وش شكله كذا. ما تشوفون عدلت عليه الحين تعديل بسيط، ثم اضغط ابلي اروح للسنايبر، ما تشوفون شكل السنايبر كذا، تعدلون عليه من الشكل اللي تبونه. انا صراحة استخدم النقطة هذه لانها تكون واضحة احسن من علامة الاكس او الضرب هذا اللي طالع، ما ادري وش وضعه صراحة.
من ما تشوفون كلها حاجات بسيطة يعني ما يبي أي شيء. هذا هو. نروح للمود الخامس أو المود السادس تقريبا، كلها على بعضها 7 مودات أو 8 مودات، ما هي واجد. طيب مثل ما تشوفون هذا هو المود، جبت لكم في الصورة، اللي هو مود الحاسة السادسة، اللي هو المود السادس أو السابع، والله والله ما أدري صراحة. مثل ما تشوفون اللي هو الفيس هذا حق الجيمبو، أو مدري وش يسمونه، الجيمبو توقع. مود حلو صراحة، أنا استخدمه في كل التحديثات الماضية. هذا هو ما تشوفون، يطلع لك كذا إذا انكشفت يطلع لك كذا. نروح المود اللي بعده، ثامن أو مدري وش، اللي هو حق الدمج. طبعا رجعنا لكم مثل ما تشوفون، هذا المود الأخير. نروح المود الأخير الحين، اللي هو مود ميني ماب، أو مدري اكسفيم ماب، والله ضيعت اسم، ماني متأكد من اسمه صراحة. اللي هو تشوفونه هنا يطلع لك في اليمين خريطة كذا، أنا أكبرها لكم شوي. من ما تشوفون هنا اللي باللون الأزرق معطيك 3 خطوط أو خطين، اللي باللون الأزرق هنا هذه مدى الكشف حق الدبابة اللي عندك، أو مدى رؤية الدبابة اللي عندك. يعني إذا في أي دبابة هنا داخل الدائرة هذه يمديك تكشفها، إذا هي برا الدائرة ما يمديك تكشفها. من ما تشوفون إذا حركت الماوس يمين ويسار في خط كذا أصفر يتحرك، هذا هو يطلع لك يعني وينكم وجهك. يعني إذا أنت تعاين شمالي وديك شمال، طلع لك وين الوجهة اللي أنت تناظر فيها. هذا هو بس يوريك كذا الشكل هذا. طيب مثل ما تشوفون هذا هو المود اللي المود الأخير صراحة. مثل ما تشوفون هو مودين في مود واحد تقريبا، اللي هو هذا راح أحدده لكم هو محدد الحين لكم بالأحمر، اللي هو هذه الضربات اللي أنت أخذتها من العدو والخصم، الدبات اللي ضدك يطلع لك هنا اسم الدبابة كمية الدمج اللي انت اكلتها، او كمية الضربة اللي اكلتها هنا، طلع لك اسم الدبابة ونوع الذخيرة والطلقة اللي ضربك، اذا هي عادي او اختراق. والمود اللي بعده اللي هو هذا، هذه الضربات اللي انت اكلتها، او الضربات اللي انت اطلقتها على العدو والخصم اللي قدامك او الدبات اللي ضدك. وهنا مثل ما تشوفون هنا فوق مجموعة الدمج اللي انت جمعته في الـ في الـ في الجيم او في البتل، هنا يطلعه لكم فوق. عموما كانت هذه مودات بسيطة تقريبا 6 أو 8 أو 7 مودات، والله ما ادري، لكن حجمها جدا بسيط. رفعتها لكم على الميديا فاير، اتمنى ان شاء الله انها تعجبكم. انتظرونا ان شاء الله في التحديث الجاي او في حلقات جاية ان شاء الله، مو شرط في التحديث الجاي. كان معكم ناصر او لوفلي كيد، انتظر كل جديد في قناتي، لا تنسى تسوي الاشتراك واللايك. يا امان الله.